اسمه ناصر معجزة، موهوب جدا. ده جينيوس جينيوس، ويقلب كيان اي عربية. سقطت في مخي الدور وعايش في سبالة، مني بس مفك ووصل الاسلاك. ناصر معجزة منحوس جدا في حبه الوحيد. نيلة انت غيرت القرنية؟ قرنية ايه؟ ايوه دي قرنية ناصر شحات. ايوه ما انا رضيت خلاص. مفيش مخللات ولا ايه؟ مفيش مخللات؟ افتح علي القطاع الشهادة. ولما ليلي قالت له انحرف، انت عايز اشتغل مهرب؟ بقى شبه منحرف. جن عنده أقوى عصابة في مصر. عارفين يا جماعة أنا جمعتكم النهاردة ليه؟ ليه؟ عشان مش فاضي بكرة. مش في القطة أي أظنه ده أنت ولا سليم صاحب شخصية تلميذي في منتهى الذكاء. إحنا قدام الناس إيه؟ مهربين. كنت تسقع بقى ولا تقفش؟ البنت دي مش حملة. يا بخت لحقته تنسوا ال 5000 دولار؟ هو الدولار بكام دلوقتي؟ تقريبا في حدود ما يقلش عنه بس ما يزيدش كده. نعمة عضلات عينيك مش غالي عليك ولا ايه؟ واو ديسكاستنج. ايه مفيش غير هايدا مكنة. العمر ده خالي. الجميل ده خالي. اللي يجنن ده لؤي. لا طبعا الرقم غلط. لا انا لؤي. هتستنجد بالانجليزي بقى. اما جاي انت عارف اما جاي يعني ايه؟ خوف واحاسيسي ومشاعري وايديا وعيني وشعري عملت هجوم عاطفي عليا وخطفتني يا ناس. بليلة اتخطفت. خد العربية الكسكسي وطير وراها. اهدى عمو مزدى بالعبش هيفضل من هنا. صلي على النبي. انت الجند المجهول في عصابتنا، ولولا لمساتك السحرية ما كناش عرفنا نبيع عربية واحدة. دوروا عليها عندنا. انت اللي بتحسسني ان انا بشحت منك؟ هو ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ عمر ما حد كان في زنقه ولجا لك وانت عرفت تديله ظهرك ابدا. نفس الشيطان خلي وارجع اللي في دماغك. عشان كده ناصر معجزة مش منحرف، هو شبه منحرف. كلمة واحدة قول وخلصني. أنا لسه ولد. شبه منحرف أول أيام عيد الفطر المبارك بجميع دور العرض.